السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده فيه تولز كتيرة جدا للتعديل على الصور، يعني ممكن يكون عندك صورة وعايز تحذف الخلفية بتاعتها، فده كان في موقع واحد بيعمل لي الموضوع دوت، وموقع تاني كان بيعمل لي تحسين على الصور، وفي كذا موقع كان بيعمل موضوع كرتون سيلفي. ده بقى موقع واحد فيه كل الحاجات دي، ولو عندك أي صورة بيبدأ إن هو يغير لك الخلفية زي ما أنت عايز، وبيستخدم ذكاء صناعي في إن هو يحذف الخلفيات، ان هو يعمل لك صوره، يعني ممكن تقول له كون لي صوره، تمام، فتكتب له تكست هو يعمل لك الصوره زي ما انت عايز، يعني تكتب له بس كده نص وتقول له جنريت، تختار الستايل اللي انت عايزه، هو بقى يكون لك الصوره زي ما انت عايز. بعد كده تقدر تعمل لها داونلود، تقدر تعمل لها شير، تقدر تعمل لها بابلش، وليكن مثلا الصوره دي كده. فده ميزة من ضمن المزايا الكتيرة اللي موجودة فيها. ممكن لو عندك فيديو يبدأ ان هو يحسن لك الجودة بتاعت الفيديو، ممكن يعمل لك حركة للصورة. هي صورة عادية بس هو بيبدأ يعمل لك فيها حركة كده في الوجه بحيث ايه تبان كأنها متحركة. الصورة مثلا زي كده هبدأ ارفعها واقول له ابدأ اعمل لي الحركة. وتقدر زي ما انت شايف تقدر تعمل انهانس للصور، تحولها لكرتون، بس هو بدأ يحرك الوجه، تمام، حدد هو الاماكن بتاعت الراس وبدأ ان هو يحرك. دي كان لسه في موقع بيعملها، بس الحمد لله في موقع جامع المشاكل كلها وبيحلها مع بعض. ده لو انت عايز صورة مثلا للباسبور فهو بيعملها لك، يعني نقدر نقول ايه، حاجة رسمية، تمام، بيحذف لك الخلفية وبيخليك تلبس بدلة بحيث تبقى مناسبة، وفي محرك بحث جواه. يعني هو الموقع دوت هيغنيك عن مواقع كتيرة جدا كنت بستعين بيه عشان أعمل الخدمة ديت. أتمنى إن شاء الله الموقع يعجبكم، ولو في موقع كويسة اكتبوا لنا في التعليقات إن شاء الله.